حديده اللي صرات طردقت هنا كيسموه تعقراتها قاص، وفيها ناس ضحايا مساكين الله اللي ربي شافيهم اللي يسلك ربي شافيه، ولا فيها كارثه كبيره وهادو حواني تمضيقين وفي الانسيب مش حواني تاع كيسموه ما فيهم لا راسيون لا والو. اذا بالنسبه للحادث تلقت الوحده الرئيسيه للحمايه المدنيه داء من المواطنين بحي المنظر الجميل من اجل الحادث هذا اللي تمثل في حريق محل لتصليح اجهزه التبريد والتكييف. بالنسبة للأسباب الحادث يعني تبقى المصالح المختصة، ربما تكون فيه شرارة راجع إلى شرارة كهربائية، وفي بعض المواطنين يقولوا بأنه سمعوا انفجار، إذا المصالح المختصة راح تحدد ما هي أسباب هذا الحادث. على كل حال المصالح تنقلت إلى عين المكان، تمت السيطرة على الحريق هذا، وللأسف يعني سجلنا 3 جرحى يعني محروقين لدرجة مختلفة، ربما يعني خطورة الإصابة تتفاوت، وتم نقل هذا المصابين إلى